أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من المسيح هو الحل اتبعني كلمة مشهورة كان بيرددها المسيح له كل المجد اتبعني يعني حط عينك عليا وما الهم بعد كده خرج فنظر عشارا اسمه لاوي جالسا عند مكان الجباية فقال له اتبعني فترك كل شيء وقام وتبعه ده موجود في الإنجيل قالها الواحد عشار قاعد على مكان الجباية مكان أكل عيشه مش مشكلة الشخص إن ده كان أكل عيشه من الحرام أو بيجيبه بالظلم المسيح ما همهوش الماضي بتاع لاوي هو قاله اتبعني وخلاص فترك كلاوي مكان الجباية والفلوس وكل حاجة وتابع المسيح الكتاب ما قالش إنه جدله وقال له طيب وأكل عيش منين طيب هعيش إزاي ولا أي حاجة من دي خالص لكن قال الكتاب فتبعه عرف إن المسيح فيه الكفاية واللي فيه الكفاية مش هيسيبك تحتاج واحد تاني بقى جه للمسيح وسأله قعد يتفلسف شوية سأل المسيح وقال أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرس الحياة الأبدية؟ رد عليه المسيح وقال له أنت تعرف الوصايا لا تزني لا تقتل لا تسرق لا تشهد بالزور اكرم أباك وأمك فقال هذه كلها حفظتها منذ حدثتي شايفين الشخص ده كان انسان كويس بيعمل كل الوصايا يعني لا بيزني ولا بيسرق ولا بيشهد بالزور وكل الامور دي حفظها عن ظهر القلب لكن في وصيه اولى كل الوصايا هي ان تحب الرب الهك من كل قلبك صحيح المسيح ما لهاش ليه في الحوار ده وابتدى المسيح يحط الترمومتر اللي هيبين ان الشخص ده بيحفظ كل الوصايا ولا لا المسيح قال له طيب بيع كل اموالك وتعالى اتبعني كتاب بيقول فمضى حزينا لأنه كان عنده أموال كثيرا ولم يتبع المسيح محبة المال أعاقت الرجل عن تبعية المسيح أخويا أختي المشاهدة شخصيتين كان عندهم أموال والشخصيتين واحد بيعمل كل الأعمال الصالحة والتاني عشار خاطي جدا لكن واحد ترك كل شيء وتابع المسيح اللي هو العشار اللي سمعته في الوقت ده رديئة جدا والتاني أحب أمواله أكتر من المسيح رغم أنه حافظ بقية الوصايا الكتاب بيقول على الشخص الغني ده اللي أحب أمواله أكتر من المسيح إنه ذهب حزيناً والكتاب قال على متى العشار إنه تبعه وكمان صنع ضيافة كبيرة في بيته يعني كان فرحان بتبعيته للمسيح عايز تكون لك الحياة الأبدية ومتعلش الهم في الأرض اتبع المسيح عايز تكون فرحان شوية صغيرين بأموالك وتروح جهنم قد قرارك بإنك لا تتبع المسيح بس المسيح هو الحل